في ناس لهم اهتمامات كثيرة لكن ما بيفكروش في أبديتهم، زي ما لامس السيد المسيح مرثا وقال لها أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة ولكن الحاجة إلى واحد. الواحد ده هو اهتمام الإنسان بأبديته، اهتمامه بوجوده في ملكوت الله وملكوت السماوات وفي زمرة القديسين وفي عشرة الله، يفكر في أبديته ويعمل له. ده الوضع اللي الكنيسة علمتنا إياه وقالت لنا إن احنا نهتم بيه في كل يوم. يعني في كل يوم؟ يعني في صلوات الأجبية نقف كل يوم ونتكلم أمام الله عن أبديتنا. ففي صلاة الغروب يقول إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطئ؟ بيفكر في أبديته ويقول أنا أفنيت عمري في اللذات والشهوات وقد مضى مني النهار وفات، ويعترف بخطاياه. وفي صلاة النوم يقول هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوب ومرتعد من أجل كثرة خطاياي، ويقول لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الردية وسلوكك القبيحة أمام الديان العادل فأي جواب تجيبي؟ تفكير الإنسان في أبديته، تفكيره في يوم الدينونة، تفكيره في مصيره الأبدي يجعل الإنسان يهتم بهذا الأمر كل الاهتمام. حتى إنه في صلاة نصف الليل يقول اعطني يا رب يا نبيع دموع كثيرة كما أعطيت في القديم للمرأة الخاطئة. إنسان بيفكر في أبديته، ده تعليم الكنيسة لينا. تفكيره في أبديته يجعله يحاسب نفسه، يجعله يبكي على خطاياه، يجعله يهتم كيف يسير في الطريق الروحي. هذا الاسلوب كان اسلوب الآباء القديسين ايضا. تصوروا قديس عظيم زي القديس أرسنيوس معلم اولاد الملوك يقول له هبني يا رب اني ابدأ، انا للآن لم ابدأ. أرسنيوس لم يبدأ، اهو ده الكلام. ما تفتكروش انه بيخدع نفسه او بيقول كلام تواضع كده، لا ابدا. هو ربما يقصد لم ابدأ طريق الكمال اللي انت طلبته مني. ما هو الانسان بيبدأ بالتوبة، وفي قديسين بيجتازوا التوبة، وبعدين يبدأ في حياة القداسة، وقديسين بيجتازوا الحياة دي، وبعدين يبدأ بحياة الكمال وبعدين ما يوصل لهاش. وكل ما يقارن نفسه بطريقة الكمال يقول لسه بدري عليه، فهو بيتكلم عن صدق. دي الطريقة اللي مشي فيها القديسين، انهم بيفكروا في ابديتهم باستمرار. نفس التفكير في هذه الابدية كانت الطريقة التي عاش فيها داود النبي، مشغول بكلام ربنا، مشغول بوصايا الله يتغنى فيها الليل والنهار، مع انه كانت له مسؤوليات كثيرة من مسؤوليات الملك الكبير، ومن مشاكل الأعداء الكثيرين الذين أحاطوا به من كل ناحية، سواء ابناير رئيس جيش شاول أو يؤاب وإخواته رئيس جيش داود، أو أبشالوم ابنه اللي من صلبه اللي خانه،
او الناس اللي تبعوا ابشالوم ومشيوا وراه زي شمعي ابن جيرة اللي مسك داود وقعد يسب فيه ويقول له يا رجل الدماء ده ربنا عمل فيك وسوى فيك. ومع ذلك نجد داود المهتم بأبديته يقول ايه في المزمور، يقول جلس الرؤساء وتقاولوا علي اما عبدك فكان يهتم بحقوقك، لان شهاداتك هي درسي وحقوقك هي مشورتي. الله، طب واللي بيتقاولوا عليك دول؟ لا، خليني انا اتأمل في شهادات الله واتأمل في حقوقه واتأمل في وصاياه. او مثلا يقول تكلم معي مخالف الناموس، تكلم معي مخالف الناموس بكلام هزيان، لكن ليس كناموسك يا رب، لأن كل وصاياك هي حق. الله، انت ماشي فين؟ ده الريس في حساب والنوتي في حساب. هو قاعد يتأمل في وصايا ربنا ومش همه كل اللي بيتقولوا عليه. ليه؟ لأنه إنسان بيدور على أبديته. يقول أعدائي نسوا وصاياك. ممحص قولك جدا، عبدك أحبه. الله، طب والتانيين؟ خلينا أنا في حالي. وبعدين يقول كثيرون هم الذين يضطهدونني ويحزنونني وعن شهاداتك لم أجنح. أحببت وصاياك، بدء كلامك حق. دول قاعدين في دنيا وهو في دنيا تانية، هو بيفكر في أبديته، ما بيفكرش في الأمور المحيطة بيه. ممكن إن الشيطان يجيب مشاكل للإنسان الروح عشان ينشغل بالمشاكل وينسى العمل مع الله، ينسى إنه يلهث في ناموسه النهار والليل، يشغله بالسلبيات لكي ينسى الإيجابيات. ممكن إن الإنسان ينسى كل شيء وما يفتكرش غير ربنا. ده الشخص اللي بيهتم بأبديته، والشخص اللي بيذكر تعليم الكنيسة اللي بتقوله وراء كل قراءة من الكاثوليكون العالم يبيد وشهوته معه. العالم يبيد وشهوته معه، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. الإنسان الروحي اللي بيفكر في أبديته ما يهموش مشاكل العالم. وأيضا الشيطان ما أسهل إنه يقدم للإنسان مشغوليات عديدة لا تحصى لكي ينشغل بأمور عديدة وينسى أبديته. داود ما كانش بالشكل ده، ما هو كان عنده مشغوليات كتيرة، عنده مملكة واسعة وعنده جيش وعنده أسرة كبيرة وعنده أعداء، لكن كان مشغول بأبديته. يقول له محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي. طول النهار تلاوتك ازاي؟ طب والمشاكل المحيطة بيك والمشغوليات المحيطة بيك؟ قل لا، ده كلمة ربنا هي اللي هتحلل الامور كلها. ازاي؟ يقول له لو لم تكن شريعتك هي تلاوتي لهلكت حينئذ في مزلتي. هو مشغول بربنا، هو فعلا السيد المسيح كويس انه قال لمرسى انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيرة والحاجة الى واحد. اللي بيفكر في ابديته ما يهتمش بالمشغوليات الكثيرة. في ناس ينشغلون بالمادة وبمركزهم المادي، ويمكن هذا الامر يدخل في عمق تفكيره، والمادة دي مش هتوصله لأبديته. ما هو سليمان الحكيم اهتم بالمادة
وقال بنيت لنفسي فراديس وعملت لنفسي جنات واقتنيت جواري ونساء وإلى آخره، ومهما اشتهته عيناي لم أمنحه عنهما. سليمان هنا انشغل باللذة وانشغل بالمادة وبعدين نسي أبديته، عشان كده لم يكن قلبه كاملا أمام الله مثل قلب داود أبيه. وربنا كشف له خطاياه في سفر ملوك الأولى إصحاح 11، وكانت النتيجة إنه كان هيضيع، والنساء الغريبات خلوا قلبه يميل إلى عبادة هذه الأصنام بتاعتهم، وأخذ عقوبة من الله. ليه؟ لأنه ما حطش أبديته في الأول. فين بعد كده لما قال إن كل اللي شفته ده باطل الأباطيل والكل باطل؟ بدأ يفكر في أبديته وحسبت له توبة. في ناس بيهتموا بأنفسهم، إزاي الواحد يبني نفسه؟ يقول كيف أجد ذاتي؟ كيف أبني ذاتي؟ كيف يعطي ذاته كرامة ومجدا؟ كيف يبحث عن المناصب؟ كيف يبحث عن المراكز؟ وجايز من أجل البحث عن المناصب أو المراكز يضيع، وتضيع منه المراكز والمناصب، ويبقى لا كسب لا سما ولا أرض. مفروض الواحد يهتم بأبديته، يهتم بأبديته. في ناس يقول لسه بدري عليا، ده أنا شاب صغير اهتم بأبديتي ليه؟ لما أكبر وأعجز أبقى أفكر في أبديتي. لا يا حبيبي، ده تاريخ الكنيسة يعطينا أمثلة عن القديسين الأطفال، الأطفال زي أبانوب وزي قرياقس وزي تيموثاوس الأسقف في طفولته، لما قال له بولس الرسول وقال له وأنت منذ الطفولية بتهتم بالكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص، اتربى من صغره. زي القديس الأنبا مرقس المتوحد، زي القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، دول اهتموا بأبديتهم من طفولتهم. زي القديس تدرس تلميذ بخمس، زي القديس يوحنا القصير، زي القديس الأنبا ميصائيل السائح الذي صار من السواح وعمره 17 أو 18 سنة، زي القديس أثناسيوس الكبير الرسولي اللي وهو شماس كان حجة في اللاهوتيات. في ناس بيدوروا على أبديتهم من صغرهم، تقول له العالم يقول لك باطل الأباطيل، الكل باطل وقبض الريح. في ناس مشغولين بأمور تانية، في ناس مشغولين بالهد، متخصصين في كده، لا يعرف أن يبني شيئا. ولما تسألوا ماذا بنيت في ملكوت الله ما تلاقيش إجابة، لكن مشغول بالهد. يقول لك أنا موهبة الأولى أن أخلع الزوان من الأرض، ويتخيل زوانا في الأرض يخلعه. تقول له مهمتك الأولى إنك تنمو كحنطة، لأنك جايز فيما تخلع الزوان تصير زوانا، جايز فيما تخلع الزوان تتعلم الشتيمة وتتعلم النقد وتتعلم الإدانة وتتعلم كذا وكذا. طب ما هذه صورة الزوان، فيما يخلع الزوان يصير زوانا ويصير عثرة. لكن المهم ان الانسان يهتم بأبديته، يفكر ايام غربته على الارض قليلة، ولابد هيجي يوم يقف قصاد ربنا. داود النبي العظيم، الملك القائد اللي حل عليه روح الرب، النبي كان يقول له عرفني يا رب نهايتي ومقدار ايامي كم هي لاعلم كيف انا زائل. الانسان كالعشب ايامه،
كزهر الحقل كذلك يزبل، لأن ريحا تعبر عليه فلا يكون ولا يعرفه موضعه بعد. كان بيهتم بأبديته، لأنه اهتم بأبديته عشان كده كان بيقول غريب أنا على الأرض، غريب أنا على الأرض فلا تخفي عني وصاياك. غريب ايه يا داود؟ ده انت رئيس مملكة كبيرة، ده ربنا فتح لك كل حاجة. برضو انا غريب، غريب ونزيل مثل جميع ابائي. ده الانسان اللي بيفكر في ابديته، يشعر بانه غريب على الارض، يشعر ان الحياة في العالم مجرد فترة اختبار، فترة اختبار. ربنا بيختبر نفسيته من اي نوع؟ بيختبر قلبه، بيختبر مشاعره، بيختبر فكره، بيختبر تصرفاته، وعلى حسب هذا الاختبار تكون حالته في الأبدية. مجرد فترة اختبار. وربنا يقول ان مشيت فيها كويس اعطيك 100 ضعف زائد ملكوت السماوات. لكن قليل الناس اللي بيفكروا في أبديتهم. اللي بيفكر في أبديته يبتدي يعد نفسه لهذه الأبدية، يعد نفسه بالتوبة وتنقية ذاته. وإزاي ينقي ذاته؟ يجلس مع ذاته، يحاسب ذاته محاسبة دقيقة، لأن أي خطية واحدة ممكن تفقده الأبدية. أي خطية واحدة ممكن تفقده الأبدية. أنا عندي كوباية مية زي مليانة، لو حطيت فيها نقطة حبر واحدة ضاعت كلها، مع إن بقية المية كويسة. لو واحد عنده طبق كبير من الحلويات ومنتهى اللذة، مجرد ميكروب واحد يخلي طبق الحلويات كله سبب ضرر ليه ويضيع صحته، ميكروب واحد. فالإنسان اللي بيفكر في أبديته يحاول ينقي نفسه من كل خطية، من كل شر، ومن كل شبه شر. أنا أفتكر مرة اديت له محاضرة عن كلمة شبه شر من تسالونيكي الأولى إصحاح 5. شبه شر، ينقي نفسه. يعني ايه ينقي نفسه؟ يعني انسان مدام بيفكر في الابدية يعد نفسه ليها. يعني ايه يعد نفسه ليها؟ يعد نفسه انها تكون بلا عيب بلا لوم امام الله والناس. يعد نفسه انها تبقى زي ما قيل في سفر النشيد، مشرقة كالصباح، جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مرهبة كجيش بألوية. نفسه تبقى من هذا النوع، نفسه تبقى زي ما قيل في سفر النشيد كأعمدة من دخان، معطرة بالمر واللبان وكل أذرة التاجر. تصوروا شرية بيطلع منها سحابة بخور كأعمدة من دخان طلع لفوق للسماء، معطرة بالمر واللبان وكل أذرة التاجر. تقول له ايه كل أذرة التاجر؟ يقول لك كل أذرة التاجر دي ثمار الروح القدس، ثمار الروح في الإنسان اللي موجودة في غلاطية 5:22-23. ثمر الروح محبة وفرح وسلام وطول أناه ووداعة وتعفف وصلاح وإيمان، كل دي ثمار الروح. وبعدين المحبة دي اللي هي في أول ثمر من ثمار الروح، يقول لك المحبة تتأنى وتترفق ولا تحتد ولا تظن بسوء، وصفات عديدة. كل أذرة التاجر
إذا كانت النفس التي تعد للأبدية لابد أن تكون رائحة المسيح الزكية، يبقى البخور اللي تحطه في الشرية يكون معطر، في بخور معطر. ولما تقروا عن مكونات البخور في خروج إصحاح 30 يقول بخور عطر. بخور ايه؟ عطر. اللي بيهدوا نفسه للأبدية عايز يبقى بخور عطر. يقول له علشان تبقى بخور تخش في الشرية وتحرقك النار، قول زي بعض يعني، والنار تحولك الى بخور، قول زي بعض. مستعد ان انا ادخل في هذه النار المقدسة واتحول الى بخور واصعد كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وكل أذرة الدجل. واحد عايز يعد نفسه للأبدية يقول نفسي تبقى عروس للمسيح. تبقى ايه؟ عروس للمسيح. انا قريت عن كلمة عروس دي كلام جميل جدا في سفر استير. كان العروس اللي يختاروها للملك ينقعوها 6 أشهر في المر، المر ده عطر، و6 أشهر تانية في الأطياب. 6 أشهر جسدها يتنقع في الأطياب بتطلع ايه دي؟ ده احنا لما كنا بنعمل الأطياب اللي نطيب بيها أجساد القديسين كان الواحد ريحة ايديه يبقى باين فيها ريحة العطور دي، يمكن تقعد كم يوم لمجرد انه لمسها. امال اللي منقوع فيها ده يبقى ايه؟ واحد يقول له يا رب عايز اخش ملكوتك، يقول له طيب عايزين ننقعك في الأطياب شوية شهور أو شوية سنوات لغاية لما الطيب يدخل يتعمق في أنسجة جسدك، ومنين ما تمشي يشم الناس ريحتك الطيبة، منين ما تقعد يشم الناس ريحتك الطيبة، تبقى رائحة المسيح الزكية تتحول إلى طيب. لكن إنسان يقعد يهتم بنفسه ويبني في نفسه بطريقة خاطئة ده يبقى عامل زي بتوع برج بابل اللي عايز يرتفع بطريقة غلط، أو زي اللي يحاول أن يرتفع على جماجم الآخرين، أو زي اللي يجد راحته في تعب غيره، ده يبقى مش مهتم بالملكوت. جايز يفتكر إنه مهتم بنفسه لكن مهتم بنفسه بطريقة خاطئة، بيضيع روحه زي ما المسيح قال من يجد نفسه يضيعها ومن أضاع نفسه من أجلي يجدها. اللي عايز يعد نفسه يبقى مشغول بربنا، مشغول بربنا، مش مشغول بحاجة تاني. بقية مشاغل العالم على هامش حياته، لكن هو مشغول بربنا، مشغول بالصلاة، مشغول بالتأمل، مشغول بالهزيز في الإلهيات، مشغول بالحب الإلهي، مشغول بالوجود في حضرة الله الليل والنهار، مشغول بتنقية نفسه من كل ما هو نجس أو رجس. لأن آخر سفر الرؤيا لما بيتكلم على مملكة الله على أورشليم السمائية يقول لك لا يدخلها نجس ولا رجس، لن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع رجسا وكذبا إلا المكتوبين في سفر الحياة. إن كنت بتهتم بأبديتك فكر هل أنت مكتوب في سفر الحياة أم لا؟ هل حياتك الحاضرة تساعد انك تكتب في سفر الحياة ولا لا؟ اللي مشغول بأبديته بينقي نفسه. وبعدين لما نقرأ قصة العذارى الحكيمات والعذارى الجاهلات نلاقي الجاهلات لم يكن معهن زيت في آنيتهن والمسيح رفضهم. طب نعمل ايه؟ نبتدي نشتري الزيت من دلوقتي
نبتدي نخزن الزيت من دلوقتي، والزيت يرمز الى الروح القدس، والزيت الذي كان يعوز اولئك العذارى الجاهلات هو عمل الروح القدس فيهم. اذا كنت تهتم بابديتك اهتم بعمل الروح القدس فيك، اهتم ان تكون هيكلا مقدسا للروح القدس، والروح القدس يعمل فيك، والروح القدس يتكلم على فمك، والروح القدس يقود خطواتك وتصرفاتك. ومش بس كده، كلمة جميلة جدا لإنسان أعد نفسه للملكوت ووصل فعلا إلى الفردوس. بولس الرسول بيقول عبارة جميلة جدا جدا، بيقول لأحيا لا أنا لكن المسيح هو اللي بيحيا فيا. أحيا لا أنا بل المسيح اللي بيحيا فيا. ولذلك قيلت مرة قصة عن القديس الأنبا بولا، إن مرة حد فات عليه وقال له يا بولا افتح لي، فقال له ليس ها هنا بولا، هنا المسيح اللي بيحيا في الأنبا بولا، بيحيا فيه. يحيا فيه يعني كل حياته هي حياة الله فيه، كل حياته هي حياة الله فيه، كل كلمة من كلماته هي كلمة الروح القدس على فمه. ده اللي بيعد نفسه للأبدية. في ناس مش بيعدوا نفسهم للأبدية، بيعدوا نفسهم للحياة اللي في العالم، زي الرجل الغني اللي قال أهدم مخازني وأبني أعظم منها وأجمع خيراتي كلها وأقول يا نفسي عندك خيرات لسنين عديدة. وقال الصوت وقال له انت بتفكر في ايه؟ بتفكر في الارض؟ ده في هذه الليلة تؤخذ روحك منك، فهذا الذي اعددته لمن يكون. امال اللي مش ماشي في التوبة وكل يوم بيزود خطاياه دي تبقى حكايته ايه؟ ده اللي مش ماشي في التوبة وكل يوم بيزود خطاياه، ده مهتم بأبديته ولا نسي حكاية الأبدية؟ وكل اللي قصاده شهوة الجسد وشهوة العين وتعظم المعيشة. فين؟ أهم شيء في حياة الإنسان إنه يعد نفسه لهذه الأبدية ولمركزه في هذه الأبدية، وكل ما يعوق عن الأبدية يتخلص منه. زي ما احنا بنقول في القسمة بتاعت القداس، كل فكر لا يرضي صلاحك فليبعد عنه، كل فكر لا يرضي صلاحك فليبعد عنه. تعد نفسك في الأبدية، مش بس تعد أعمالك، تعد قلبك، تعد فكرك، تعد مشاعرك، وتقول مع داود مستعد قلبي يا الله مستعد قلبي. هل يستطيع واحد يقول انا مستعد انا جاي؟ انا مستعد يعني مستعد للقاء الله. المسيح هيجي في مجيئه الثاني، مش كل واحد هيقابله بنفس الاسلوب. في ناس هيقابلوه برعب برعب، يقولوا أيها التلال أسقطي علينا وأيها الجبال غطينا من خوف غضب الحمل. وفي ناس يقول يبكي عليه الذين طعنوه وتنوح عليه جميع قبائل الأرض. وفي ناس هيقابلوه بفرح، دول اللي هيقول لكل واحد منهم هلما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل سأقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. دول اللي أعدوا نفسهم للأبدية.